دكتور شعبان واحنا بنتكلم على يمكن دكتور عبد النبي ابي على فكره فريق العمل وقال في ناس بتشترك معاه في الابحاث من من جوه مصر وبره مصر ومن الدول العربيه وده شيء محترم فكره البحث العلمي قائمه في الاساس على الشراكات ويمكن واحنا كنا في فتره صعبه جدا واحنا خارج التصنيف دي كانت حاجه بتعتصر القلوب جميعا وخاصه الناس اللي بتعمل في هذا الحقل يعني السيد الرئيس انا افتكر له حديث قال احنا كده كده هندخل التصنيف عن طريق الشراكات. واعتقد الشراكات دي تحققت بشكل كبير وفرقت معانا. عايز اعرف من خلال حضرتك من خلال مدينه زويل او حتى من خلال جامعه عين شمس اللي كانت سباقه في فكره الشراكات على اكثر من مستوى اعتقد الهندسه كانت هي البدايه في جامعه عين شمس. ازاي شفت تاثير هذه الشراكات مش بس عشان ادخل تصنيف لكن عشان انمي البحث العلمي. سؤال مهم جدا وفعلا الانترناشونال كولابوريشنز ده شيء او التعاون الدولي ده شيء مهم جدا عشان احنا في الحقيقه المفروض النقطه البحثيه اللي احنا بندرسها هي نقطه مش تهمني انا بس حتى لو فكره نقطه علميه العلم مش زي الادب فور اكزامبل يعني ان هو ايه نقول اه اه نجيب محفوظ تعمق في المحليه فوصل للعالميه العلمية. الكلام ده في العلم ما ينفعش أوه. في العلم انت بتحل مشكله في الحقيقه هي عالميه إلا إذا بقى أنت بتخترع مشكلة عشان تعمل بحث عشان تثبت وجودك وكده وفي الآخر ده ما بياخدش الاستشهاد اللي إحنا بنقول عليه م. اللي هو بيخلي فيه الليسته ده اسمك يبقى موجود فيها. فأدام مشكلة عالمية وبيشتغل عليها أكتر من فريق من ديفرنت يعني كانتريز أو دول مختلفة في العالم فطبيعي قوي الناس المهتمين بنفس المشكلة لما بيلتقوا سواء في مؤتمر أو بأي شكل على طول بيحصل بينهم انجذاب واتفاق على ان احنا نكمل بعض ونشتغل صدقني احنا بقالنا سنه تقريبا ما بنسافرش بقينا بنتعامل مع زملائنا ومشاركاتنا يعني اكتر من من, من السفر لان بقينا معتمدين على الزوم والسكايبس وكل م. تقريبا يوم فرقت. كل يوم اتعودنا على هذا آه. الاسلوب فبقى الامور شغاله يمكن انا برضو علشان شغلي نظري فيمكن سهل ان انا اقدر اكمل بهذا الاسلوب العملي اكيد يعني هيبقى له كونسترينز مختلفه وظروف مختلفه لكن انا عايز اقول لحضرتك لو الواحد بيشتغل في نقطه علميه او بحثيه حقيقيه حتى انا لو عملتها لوحدي انا بنشرها في انا لما بننزل البحث عندنا مثلا في الفيزيكس مثلا عندنا حاجه اسمها اركايفز بننزل كل يوم بينزل حوالي ثلاثة آه، انواع من الاركايفز في 20 25 بحث، 75 بحث يوميا دولت اللي اتعملوا امبارح ونزلوا النهارده، بنقراهم. فلما بقراهم وبلاقي حاجه انا بشتغل عليها انترستد بيها على طول أوه. بيحصل تواصل بيني وبين الاوثر او المؤلف هذا البحث، واقول لك وانا حتى صغير وانا بعمل بي اتش دي، اشتغلت مع ناس ما شفتهاش قبل كده. وماتقابلتش معاها قبل كده، طبعا باب اولى الناس اللي معانا في مصر وجنبي في الديبارتمنت وكده يكون الكولابوريشن ان جنرال مهم جدا ومؤثر جدا في انه شغلك مش بس يبقى محلي، مم. لا ده شغل عالمي